القلب نارك نارك. للأسف في هذا الزمن معظم العلاقات الإنسانية مبنية على المصالح. لك عندي مصلحة فأنت صديقي أتواصل معك وأودك، لك عندي حاجة فأنا أخوك الذي لم تلده أمك، ترى في فرصة فأنا المخلص الوفي الأبي الذي تحبه ويحبك. انتهت المصالح أو عجزت عن مساعدتك. من أنت؟ لا أعرفك، لا تعرفني، وربما حتى لا أتذكرك. هكذا هي الحياة للكثيرين، وربما هي الحياة من فرضت على البعض أن يكونوا كذلك، لأن أصحاب الأخلاق والمبادئ بهتوا قلة في زمن صعب. ولكن نصيحة: حبل المصلحة قصير وإن طال، وحبل المودة طويل، وتذكر أن تعاشر الأصيل الذي سيقف معك وقت عسرك ولا يطلب منك لا ردا ولا مقابل، ولن يعايرك بمعروف أو جميل.